كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كاع التأهلات يكونوا تاريخيين، راه عجيب مثلا تأهلوا تكون واحد الفرحة في القلب، باش يكون واحد الخلعة، تكون واحد وتيكون الحماس، وشكرا للجمهور المغاربة والمغربية كلهم اللي البارح عبر المغرب في المقاهي في ديورهم في الملعب، هذاك الحماس اللي عطاو اللعابة والقتالية ديال اللعابة يستاجب للجمهور راه عظيم. وغنمشيو لكأس العالم مرة ثانية على التوالي بعد واحد سنين جافة، ودابا حنا مرتين على التوالي. ماشي ساهلة، كاين واحد الخدمة، كاين ولادنا اللي مازال ما التحقوش، خاصهم يلتحقوا باش يهزوا الإعلام المغربي بدون شروط. لا تحب بلادك ما كاينش شروط، خاصك تجي تقاتل على بلادك كما كان الحال. ما تقاتلش على مدرب ولا على نائب مدرب ولا لاعب، تقاتل على بلادك. وتنتسناو كاع ولادنا يجيو ويديروا كاس العالم اللي تفرح المغاربه والمغربيات، ومشيو بعيد في هذا كاس العالم. عطيه بزاف واحد الحديث دو سوجو معاه، هو حديث ديال صديق، وكنا تنحدثوا مواضيع ديال على كره القدم وعلى الماضي والمستقبل ديال الكره. جو سي با، ماشي من القرار ديالي هذا، نعطيك وجهه النظر ديالي انا. كتقول الناس اللي شكوا في اختيارات المدرب خليل وزيد، كيفاش؟ الناس اللي شكوا في اختيارات المدرب خليل وزيد، ماشي شكوا، ما كاينش مدرب في العالم اللي غيقرر بقصوحيه راسو يحيد من احسن اللاعبين ويضعف فرقته، ابخي تبقى القرارات ديالو هو اللي تيختار فرقته كما كان الحال، هو تيختار فرقته. ما نساوش بان كاع التاهيلات ديال المجموعه لعبناهم في المغرب، هذا كان حق ايجابي لنا حنا. الصعوبات لقيناهم في الكونغو، لا كبلاد لا كاستقبال لا كذهاب واياب الى الكونغو، جبنا نتيجه ايجابيه بالتعادل، وجبنا كان خاصنا نربحوا. علاش الكره ما فيهاش الرحمه؟ واخا تشوف فرقه ضعيفه تقول اضعف من العشر الفراقي اللي كانوا في هذه الاقصائيات، راه هي الكونغو، ولكن الكره ما تترحمش. راه ما رحمش الجزائر البارح، دقيقة 120 ما سجلت الجزائر، دقيقة 123 ونص سجلوا الهدف الثاني وتقصت الجزائر. بقى فينا الحال الجزائر ما غاديش معنا، ولكن هذه حق الكرة القدم، واللي بغى لنا الخير نبغيو له الخير، واللي بغى لنا الشر نبغيو له الشر. تنضامنوا حنا، تنضامنوا مع الفريق الوطني ديالنا. من بعد خاص رئيس الجامعة يجمع المكتب التنفيذي ويتصنت لكل واحد فينا وياخذ قرار. علاش ولادنا ما تقدرش واحد اي مدرب كبير تيكونوا عنده لعابه مزاجين، نقدر نجبد لك عدد كل منتخب عنده جوج ولا ثلاثه لعابه مزاجين. اللاعب المدرب الكبير هو اللي تيتعامل وتعرف كيفاش يتعامل مع اللاعب المزاجي، ماشي قصيص دان الباب سهل. ولكن حنا مع ولادنا، ومدرب يمشي مدرب يجي، وراه المغربي تيبقى مغربي حتى النقاع. هالجمعيه حنا جينا اليوم نساندوها باش ننميو في الاقاليم ديالنا، سبعه الاقاليم اللي هي سيدي قاسم سيدي سليمان خميسات الرباط تماره قنيطره، باش ننميو وندير واحد السياسه القرب للتكوين. خاصنا واحد الميزانيه خاصنا نقلبوا عليها، نطلبوها من الجامعه الملكيه يتوفرها باش نديروا احسن تكوين للاولاد ديالنا ان شاء الله. وشكرا على الحضور ديالكم. حكيم، واش ضروري خصنا نعيطوا لزياش وحمد الله ومزراوي باش يكون كامل المنتخب، ولا بما نحاط؟ شكون احسن اللاعبين اللي عندك في اوروبا اللي تلعبوا لا تشامبيونز ليغ؟ شكون هما المغاربه تلعبوا لا تشامبيونز ليغ ولا تلعبوا لا اليوفا كاب؟ غتجيب ما عندك احسن باش فيه. واش خاصهم يدخلوا في المجموعه؟ خاصهم يتادابطوا في المجموعه؟ خاصهم يتقبلوا الشروط ديال المجموعه؟ الشروط ديال المجموعه صعيبه، ولكن المدرب الكبير هو اللي تيستحمل لي كاركتير ديال كل كاركتير ديال اللعابه. اللعابه الكبار سير لوكاكو، سير زلاتان، سير باروتيلي، سير مبابي، راه صعيب. سير نيمار، سير ميسي تيقول ما نلعبش مع هذا، ولكن تتاقلموا معاه باش كل شيء تنجح، باش الكره المغربيه تنجح والبلاد تنجح، ماشي الكره اي فريق وطني. هذا هو الواقع.